احلى على الارض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان. تعويذة اهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طلعة لذيذة من بحر الاخر اسوان. لفيتنا ماشي وبضرب كفتكن لحد ما دوت وعقلي تغفل مين انا فين. شكلها تلبيسة بجد اما دي حتة تدبيسة، خدت الكوبري مع الترقيصة دي جاتلي منين. شكرا جدا يا سينو، انا مبسوطه قوي. بس يا ريت الرسومات اللي هنا كمان ما تختفيش زي الصور. يوه بابا لو سمحت خلي يحيى يسكت. يحيى بطل تضايق اختك وشجعها على اللي هي بتعمله طالما صح. يا بابا هي كل همها الفولورز وعدد المشاهدات. جربت قبل كده تصور والصور اول ما وصلنا زماننا اختفت، وانا متاكد انها بتحاول ترسم عشان كده. حتى لو ده هدفها ايه المشكله؟ الناس لما تتشهر بحاجة حلوة بيعملوها زي الرسم أو تقديم معلومات صح وخدمات للناس، ده هو الصح. ولا عاجبك الحاجات الغريبة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا؟ معاك حق يا بابا. أختك موهوبة يا يحيى، أعتقد غيرتك منها مش في محلها. دي مش غيرة يا سينو، أنا بس عاوزها تبطل التفكير بالطريقة دي. المهم دلوقتي في موضوع خطير. إيه؟ خطير؟ جداً. موضوع لو قدرت أوصله في الزمن ده هيغير مجرى التاريخ. موضوع ايه يا يحيى؟ استاذ عصام في مره قال لنا ان الهرم الاكبر ما لقوش جواه اي شيء، لا تمثال ولا موميا. ده معناه انهم اتسرقوا في زمن تاني. بالظبط. وانا لو قدرت اقنع الملك خوفو بكده والمهندس حيم قيونه هيعملوا حسابهم. تقصد؟ ايوه يا بابا. بس ده خطر عليك. ما تخافش انا هكون معاه. غمض يا يحيى. البنت دي مهتمة قوي برسم التمثال ده ليه؟ ملابسها غريبة، تفتكر ممكن يكون موضوع الرسم ده مجرد حيلة عشان تعمل حاجة تانية؟ أو جايز تكون بترسم تماثيل كاملة، وانت عارف ان ده دلوقتي جريمة، لازم نتحقق من أمرها فورا. نعمل ايه؟ نقبض عليها ونسلمها للقائد لحد ما نعرف ايه حكايتها. العمل في المحاجر الداخلية مستمر زي ما أمرت يا جلالة الملك، خصوصاً في الجبل الغربي بيتم قطع الأحجار وسحبها حتى ضفاف التل، ثم عبور النيل بالسفن للضفة الثانية. بعد الانتهاء من بناء أخد خوفو يا حم، لازم يكون حواليه عدد من المصاطب الخاصة بموظفين القصر والوزراء المخلصين. أمرك يا مولاي. سمعت اللي اتقال يا سينو؟ أيوة سمعت، لكن مش شايف إن في أي شيء غريب أو أسرار خطيرة. مش فكرة سر خطير يا سينو، فكر معايا، لما عم حسني أخد التمثال من مكانه رجعنا لقينا التمثال مختفي من زماننا، ده معناه إيه؟ ده معناه اللي بيحصل هنا أثره بيكمل للمستقبل. بالظبط كده. واحنا في زماننا وعلى حسب كلام استاذ عصام ما لقيناش موميا خوفو ولا اي اثر ليها غير تمثال واحد. بتفكر في ايه؟ عاوز اصحح التاريخ. دي حاجه خطيره يا يحيى،
أنا بحذرك. ده عمل عظيم يا سينو، والفرصة دي مستحيل هتيجي تاني. طب تعالى تعالى نروح لكنوز وباباك نشوفهم بيعملوا إيه. أنت ده حصل بعد ما انتوا اختفيتوا بشوية. هي قررت تبدأ الرسم وكانت محتارة تبدأ بإيه. فضلت تتمشى وتتفرج على كل اللي حواليها. أنا كمان عملت كده لحد ما فجأة ظهر اتنين قربوا منها وخدوها وهي مش قادرة تقاومهم. حاولت أعمل حاجة، لقيتها بتشاور لي كأنها عاوزة تقول لي ابعد. كانت خايفة عليك ياخدوك انت كمان. في الغالب دول جنود من القصر. وهنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نوصل لها. هنوصل لها بس ده هياخد وقت، وانت عندك عمل عظيم تقوم بيه. كنوز اهم. خلينا نقسم نفسنا، انا ووالدك ندور عليها وانت تقوم بالمهمة دي. مهمة ايه؟ لازم اقنع الملك خوفو والمهندس حيم ايونو بتغيير مكان دفن الملك. ليه؟ عشان أي حاجة بتحصل هنا يا بابا بتأثر على المستقبل. يعني لو عرفنا نحافظ على مومياء الملك دلوقتي هيكتشفوها في زماننا. برافو يا يحيى برافو. بس هتعمل كده ازاي؟ في حيلة بنلجأ ليها كده، بمساعدتي طبعا ونصحي وإرشادي ليحيى. تنكر؟ لا يا سينو، ازاي؟ ده انت الكل في الكل هنا. أيوة، يعني بتعملوا ايه؟ بما اني عارف اللي هيحصل هظهر للملك واقول له وحذره وبكده ياخد حذره. غلط. لو ظهرت وقلت له حاجه زي دي ممكن جدا يفتكرك بتخطط لسرقته وعاوز تخدعه. ممكن برضو يحس ان الموضوع كله مبالغه وما يهتمش. والدك بيتكلم صح يا يحيى، الموضوع المره دي مختلف. انت كل مرة بتظهر تقول اللي هيحصل في حرب او بتنصح نصيحة عادية، لكن المرة دي انت محتاج قوة اكبر. الحل الوحيد انه يقتنع بكلامك، وده مش هيحصل غير لما يشوف بعينه. وهو الواحد بيصدق غير عينيه. خلاص عندي حل، بس لازم ارجع لزماننا تاني وبعدين اجي هنا. في الحقيقة يا يحيى انت من حق تعمل كده، لكن ايه؟ لكن مرة واحدة بس هتقدر تسافر لزمنك وترجع لنفس الزمن اللي خرجت منه المرة دي وبس. يعني مش هتقدر تطلب الطلب ده تاني. وزي ما ضيعت فرصة أمام الملك رمسيس وتدخلت لعودة لص الأثار، بتضيع دلوقتي فرصة جديدة. الفرصة دي مش هتضيع يا سينو، أنا هرجع أنفذ اللي بفكر فيه واجي تاني بسرعة. كنت بتعملي إيه عند التماثيل الموجودة خلف قصر الملك؟ كنت برسم. بترسمي؟ وكمان معترفة؟ وإيه ملابسك الغريبة دي؟ أنت منين؟ ده لبس عادي مش غريب ولا حاجة. وبعدين فيها إيه لما أرسم؟ فيها إيه؟ فيها إن الملك خوفه بنفسه حرم صناعة أو رسم التماثيل للأفراد واستبدلها برؤوس التماثيل بس، وجهلك ده بيزود شكي فيك. وبعدين ملابسك مش شبه ملابس اللي في عمرك من بنات كمل. احسن لك تقولي انت مين وجايه منين وبتعملي ايه هنا. بصراحه كده انا جايه من زمن تاني مع بابا واخويا ومعانا سينو. على فكره سينو ده من زمانكم. سينو ده انسان؟ ايوه. امال تمثال؟ انت لو شفته هو هيفهمك كل حاجه. وهو فين؟ خد اخويا واختفوا. اختفوا فين؟ معرفش. واضح انكم عصابة وان الامر فعلا خطير. تحفظوا عليها لحد ما اقول لكم هنعمل ايه. ايه ده؟ انت مين؟ وظهرت كده ازاي؟ يا حر قبل ما تنادي الحرس اسمعني، ولو كلامي ما كانش مقنع أنا اللي هسلم نفسي للحراس. قبل ما نسمع قلنا أنت مين؟ أنا اسمي يحيى، وجودي هنا شيء غريب. أنا نفسي فضلت مش مصدق لحد لما لقيت نفسي جوه حكايات بعيشها وبتأثر بيها، ولما بغيب عنها بحس بحزن. تقصد إيه بالحكايات؟ مغامرات يا سيدي الملك. أنا من زمن أبعد من زمنكم مش بسنة ولا اتنين، دول آلاف السنين. إيه الكلام ده؟ انت بتسخر مننا؟ من فضلك يا سيدي لو امرت نسيبه يكمل ونسمع. وهو اللي حكم على نفسه، لو فشل في اقناعنا هيسلم نفسه للحرس.
ايه الصندوق اللي في ايدك ده؟ الحقه يا حم، اكيد ده سلاح جديد عاوز يهددني بيه. مستحيل اهددك وانت ملك كيمت، البلد اللي انا منها، حتى لو الزمن مختلف هتفضل ارضنا كلنا. امال ايه اللي في ايدك ده؟ مش عارف اقربها لك ازاي، بس تقدر تقول آلة بنحتفظ جواها ببعض الملفات، زي ما انتوا هنا مثلا بتكتبوا المعلومات على جدران اي معبد، احنا بنكتبها جواها. واللي اهم من الجهاز اللي انا هوريهولك دلوقتي، انا عارف انك بتحضر لبناء هرم عظيم. احب ابشرك ان مشروعك هينجح. مش بس كده، هيبقى واحد من عجائب الدنيا اللي العالم كله هيعرفك بسببه. بس دلوقتي لازم اكشف لك خبر، لكنه محزن للاسف. خبر ايه؟ انا بدات اشك فيك. بصوا للجهاز واسمعوا اللي هيتقال. الهرم الاكبر او المعروف بهرم الملك خوفو، الهرم الاكبر لا يزال عجيبة من عجائب الدنيا السبعة في العالم القديم والباقية حتى الآن. استغرق بناء الهرم ما بين 10 إلى 20 عاما، وحتى اليوم ليس لدينا معلومات مؤكدة حول الطريقة التي بني بها الهرم الأكبر. يحيى لازم يكون هنا بسرعة، كنوز في خطر. ويحيى هيعمل إيه؟ إحنا لازم نتصرف. أنا عندي خطة ويحيى هيساعدنا. وافرض خطتك ما نجحتش، كنوز تضيع، أنا لازم أتصرف. أنا مقدر إن هي بنتك، بس أنت مش هتعرف تعمل أي حاجة لوحدك. أنا ويحيى هنتصرف. ما تخافش. وعزيزة طلعت بقدر على زيزة من بحر الاخر قاصر.